فيعاني من الشيء الكثير مع رجاء. الرجاء اللي كيلعب على اللقب باش تلعب وسط ميدان دفاعي واحد وترمي بمعمر على اليمين وانور على اليسار، فهذا شيء مجازر به. نظن بانه الطريقه باش يدخل بها طالب يتحمل فيها المسؤوليه في هذا. والهدف الاول لفريق الرجاء البيضاوي اللي جاء في الدقيقه 39 خلال هذه المواجهه ومتقدم. والطريقه اللي كيلعب بها فريق المغرب فاسي بحال اللاعب يلا بتسعود لاعب، واللاعب كان ضربه راسيه في الاول ديال الحاج وبعد ذلك ياجور تمكن من توقيع الهدف في مرمى فريق المغرب الفاسي. المغرب الفاسي كيبقى فريق كبير بالتاريخ ديالو بالالقاب ديالو، وكنظن انه الطريقه ديالو خصها تكون تناسب هذا الفريق.